جامع ومرقد الشيخ عمر السهروردي والذي يعود بناؤه إلى القرن الثاني عشر الميلادي من جوامع بغداد الأثرية القديمة التي طالها عبث أيادي الفساد التي تكاثرت بقوة في الحكومات التي تعاقبت على العراق بعد احتلاله عام 2003. يقع جامع الشيخ السهروردي الذي كان من أعيان شيوخ بغداد في عصره بين شارع الشيخ عمر وسور بغداد القديم عند الباب الوسطاني. هذه المنارة عمرها بحدود 70 سنة، وهذيك المنارة تقريبا 700 إلى 750 سنة. هاي العمارة طرازها على البناء، الطراز السلجوقي يسموه، ومدفون هي للشيخ عمر السهروردي. تاريخ الجامع تقريبا من 1150. هاي المنارة صار بها ميلان، إذا تلاحظوها تصورها من الخارج بها ميلان باتجاه نتيجة الرياح الشمالية والرطوبة، فداست الأسس مالتها وما أحد اهتم بها. وتعلو الضريحة منارة أو قبة مخروطية على طراز القبب السلجوقية، وهي اليوم آيلة للسقوط بسبب الإهمال الحكومي والفساد وسرقة أموال صيانة الجامع الذي تآكلت مآذنه التاريخية. الجامع مخصص له مليارين. الجامع مخصص له 3 أحزاب، 3 وزارات، كل وزارة لها حزب، كل حزب عنده مقاول، وحسبها أنت. هو أعطوك وقالة بثلج، لما يوصل لك إيش قد حبيبي؟ ها؟ يوصل لك ربع ولا نص ربوع، وأنت قيس بعد وينك عمار؟ رحمة لأمك وأبوك، نكذب على نفسنا؟ إهمال كلش، هاي الجامع اي يجون جماعه عليه على سد يسوونه ما حد يسوي، اجوا سووا خلوا راكزات للهايه وقفوهم. يا بليش ما نريد هذا، احنا المقاول نريد احنا نجيب من عندنا، يريدون ياخذون فلوس، يريدون هم نفسهم، هم هذول اللي يجون بالوقف السني ماكو. انا اتذكرهم اجوا حوالي 7 أو 8 حوالي قبل شهرين، انا والله يعني وقفوا الشغل، هم خلوا ركائز صعدوه ويعني تالي وقفوه. وعلى الرغم من تشكيل فرق حكومية كثيرة على مدى سنوات طويلة لتشخيص أسباب انحراف مأذنة الجامع وحدوث تشققات في جدرانه وأساساته، إلا أن عمل تلك الفرق لم يثمر عنه شيء يعيد للجامع زهوه وبهاءه.